الكرة بعودة وليد عباس، إبعادها من أمام اللاعب مهرتات بيرمي صاحب الهدف الوحيد، ورائع الجمهور الأهلاوي ما وقف ما وقف، يعطي حماس أكبر للاعبينا. هنا كرة ملعوبة الأمام، فرصة حبيب الفردان، فردان عدى، هذه جول، هذه جول، هذه جول، نعم الأهلي يسجل، الأهلي الإماراتي يأتي، إيفرتون روبيرو يسجل أول الأهداف لمصلحة النادي الأهلي، يأتي هدف التعديل، البرازيلي إيفرتون روبيرو يسجل أول الأهداف ويأتي بالتعديل للفرسان. شوف الكرة الماضية، شوف أحمد خليل، شوف الفردان يا عيني عدى ولعب العرضية، يقول لي إيفرتون خلاص هذه تتسجل، هذه في المرمى، هذه في الشباك، هذا أول الأهداف، ويعدل الأهلي نتيجة المباراة إذن 1-1، ويعود الآمال. هذا ما كنا نتحدث عنه بالنسبة لنادي الأهلي بأنه يلعب يحط كل قوة. تراكتور عدت لمصلحة تراكتور، هنا لمسة، لكن برافو وليد عباس يضغط يحصلها يمشيها لإيفرتون روبيرو، يعدي يمشي عرضية راسية، جول، رجعها خليل، رجعها أحمد خليل، لا تزال الأمور فيها الكثير يا الأهلي، لا يزال الأمور ولا تزال الأمور بدينهم ما بين أقدامهم. هذا ما يفعل الأهلي الإماراتي، وهنا أحمد خليل يسجل الهدف الثاني في الربع ساعة الأخيرة أو بال14 ساعة الدقيقة الأخيرة من عمر هاللقاء. شوف الكرة اللي مرت، شوف أحمد خليل، شوف أحمد خليل إلى الشباك بالهدف الثاني، يعود بنتيجة المباراة منذ البداية. وهنا إيفرتون روبيرو، من سجل ومن صنع، ما فيش حد أحسن من حد يا مهرداد، هو من سجل وهو نقلات موجودة لكن تتخلص، لمسة ممكن والخطأ وارد، واللمسة ممكن، جاية الثالث، جاية الثالث يا الأهلي، جاية جاية، جول جول أهلاوي، هو الثالث يأتي، هدف التأهل قد يكون، هدف التأهل قد يكون، البديل من سجل، عيسى أحمد هو من تقدم الآن، وأحمد خليل، شوف الكرة، لا والله أحمد، لا والله يا أحمد خليل، هو من سجل الهدف رقم 3، هو من سجل، قلت لك ممكن، قلت لك ممكن يا أهلي، والكرة عدت، الله عليك يا أبو خليل، الله يا أبو خليل على الكرة الماضية، والله على راسياتك، من الآخر ما لها حل، من الآخر ما لها حل يا أحمد يا خليل، الكرة مرت، يستاهلون الفرسان، يستاهلون.